هي شخصية مصرية بيعرفها حكام العالم ونجومه ومشاهيره. النجمة الأمريكية جيم فوند قالت عنها: من يقابلها مرة لا ينساها بالمرة. الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بيريز دي كويار وصفها بالعقل الراجح والقلب المحب. أما الصحفية الأمريكية كورين كاي فقد اعتبرتها إحدى ثروات الطبيعة في مصر. واعتبر سيد مرعي الرئيس الأسبق لمجلس الشعب أن مشكلتها أنها سبقت عصرها. وأطلق عليها داود سو رئيس برلمان السنغال الأسبق لقب المرأة الحديدية. وتوقف الرئيس أنور السادات عند قدرتها الهائلة على تعبئة الجماهير، بينما اعتبرها الدكتور مصطفى الفقي مصنعا للأفكار. هناك 1000 كلمة مأثورة قيلت عنها، لكن الأهم في رأيي أنها المرأة المصرية ذات الشعبية الدولية الجارفة التي وظفت كل ما تعلمته وشاهدته واستوعبته في الخارج لخدمة بلادها. دكتورة ليلى تكلة صفحة رائدة مشرفة تجمع بين الخبرة والمحبة في دفتر حكايات الوطن.